بلدنا بجوات سوريا، وإن شاء الله بنتمنى الأمن والطمأنينة والسلام لسوريا وللشعب السوري ولجيشنا السوري البطل، اللي إن شاء الله نحن على يقين أنه الأزمة رح تنتهي عن قريب. التجربة كتير حلوة أن نكون بالغربة ونحس بجو سوريا، الممثلين، الأفلام، الشباب كلها. بشجع الكل يحضر كمان بكرة، آخر فرصة للكل حتى يحضر فيلم سوريون. اشتقنا كتير لبلدنا. الآلام والحرب والأزمة التي تعام وطننا الحبيب سوريا، يبقى الفن هو عنواننا، ونحن سعيدين جدا أن نكون في مهرجان الشام. عمالقة الفن السوري اجوا على أستراليا، ونحن كتير كتير كان شعورنا لا يوصف بأنه بلدنا صارت هون، ونحن دائما نطلع للأفضل. نحن بنشكر كل القيمين على المهرجان، ونتمنى طبعا يكون أعلامي فارقة في التاريخ السوري. ضروري كتير أنه الشعب الأسترالي كمان يعرف يعني في أشياء كتير يعني غامضة عنه ما بيعرفها، فيعني هذه رسالة يعني الحقيقة. نحن بنشكر القيمين على هالعمل. أنا كتير كتير مبسوطة أنه ريحة سوريا صارت بأستراليا.